FM. الكلمة ليك. نحكيه على الهيبي التونسي 25-26-27 مارس في قلب الصحراء في تونس, ومعنا الفنان أشرف الشرقي. أشرف مرحبا بك. عسلامة, عايشك. كان حاجة غلط فيها لازم تصلح لي أشرف. فيت لفنمان يعني سايتي روبورتي بور لو 8-9-10 تخيبين 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 لفنمان هذا. علاش تأجل؟ خاطر فما يون تومبيت دو سابل دواوي الرملية ثم بنتعرك عجاجية عجاجية الصحراء يقولوا عجاجية في الجنوب مستنسين بالعجاج دونك يصير و ولا دونك فرصة باش يعني نقبلوا أكثر. هات نعرفوا ونتعرفوا على حاجتين, على أشرف وعلى ليفينمون هذا. أشرف هو أستاذ جامعي قاري في المعهد العالي للفنون والحرف بجابس, اختصاص موسيقى وعلوم ثقافية, وعازف عود. عازف عود في عندي مجموعة نشط معها في إيطاليا, تتكون من عود وكونترباس وباتري. ولا اسمه أشرف, ثلاثي أشرف شرقي. Pourtant, le mélange, c'est un contrebasse ou batterie, deux choses modernes, mais c'est un oud, c'est un haja atika ou kdima. Donc, ça doit donner un haja hlo. Exactement, c'est l'un des styles de la musique. Nous avons fait un haja hlo, nous avons fait un style de blues. Nous avons fait le blues, le jazz, le rock. Le rock, c'est un rock psychédélique, rock soft rock. Donc, تصور اليوم ما عادش موجود الحكايه هذه نتاع الستيل. كل واحد يعمل موسيقى اللي يحب عليها فوالا فيوجن بلوتو. قبل ما نحكيو على فينمو اليوم, تدخل على جوجل تكتب اشرف الشرقي نومون جي سي في, تجي هكا تجي موسيقى باهيه, تلقى اشرف شرقي. الفنانين اليوم قاعدين يموتوا, ماهمش لاقين في جيوبهم باش يصرفوا. الفنانين التوانسه توانسه صحيح صحيح, خاطر يمشي في مخ التونسي اللي الاغلبيه يمشي في مخ التونسي اللي مثلا فنان ولا تلعب في التلفزه ولا عنده كليب ولا عنده غنيات ولا حاجه اللي لابس عليها. ما راهو الفنان راهو كيف كيف يعني عنده ضوء وماء وكل اي او ميم طون ما عندوش اون سيكوريتي سوسيال, ما عندوش اون سيكوريتي ميديكال وكل شيء. استاذ جامعي هذه القاعدة للحرية الموسيقية يعني هكا ولا المشكلة اللي الستاتيو هذاك بالطبيعة كلك الوقت تعليم مهمة كبيرة صعبة, لكن تاكلك الوقت من الإبداع الموسيقي, لكن على كل حال تعطيك نوع من الحصانة. هذيك الحكاية مش سهلة بالكل, على خاطر مش سهلة توفيق. واحد كيفاش يختار ثنية متاع الفن والموسيقى, يلقى روحه في زوز في في يعني في في وجهتين. سواء يكون فنان انديبوندون يعزف ديما يعني سور سين وكل يخصص وقته الكل للتلحين وللعزف, والا يختار المنهج تاع التدريس يعني يكمل فورماسيون نتاعو القرايه نتاعو كونسيرفاتوار ومن بعد الانستيتيو ميوزيك ويكمل ياخذ الدكتوراه وكل. اما تقعد ديما فما اكل الرغبه في الصعود للسان والعزف وكل يعني يحاول نوافقوا ما بين الحاجتين هذوما يعني التعليم والعزف. قبل ما نسمعوا هيك نحكيوا على ايفينمون اللي باش يصير في دوز في قلب الصحراء 100 كيلومتر بعيد على دوز. جوستومون ليفينمون باش يكون في بلاصه اسمها كومبون مارس, موجوده في تمبين اللي هي تبعد 100 كيلومتر يعني 3 سوايع على دوز. اللي دوز نعرفوا اللي اسمها بوابه الصحراء, ودخول يكون كان بلي 4x4 دونك العباد اللي باش يجيو يخليو كرهبهم ولا البوس نحطوهم في دوز وندخلوا بلي 4x4 للكومبمون. الكومبمون الكاباسيتي يعني طاقه الاستيعاب نتاعو تنجم تخلط 800 ألف. الكومبمون تاع المنيف اكزاكتومون اللي هو انسان يعني غامر بكل شيء, انسان صناعي اما غامر بكل شيء باش يخلق مهرجان موسيقي فريد من نوعه في تمبين اللي بعيد على دوز في قلب الصحراء, لكن تتميز باكوستيك تاع سحر. جبل تمبين ما تستحقش امبليفيكاسيون, معناها تهز الاله نتاعك ولا عملنا كيلكو زيفينمون غادي قبل يعني هزيت حتى العود نتاعي غادي فما اون ريزونونس قوية غريبة وعجيبة ياسر يعني. الصحراء دو توت فاسون سي توجور ماجيك, معناتها تلقى روحك في الصحراء. اما ما تصورهاش رمال, مش رمال هنا عندك الصحراء الحجرية اللي هي نوع اخر من الصحراء, وفما كثبان زاد نتاع رمال ماهوش سهلين يعني فما جو باش يكون جميل ياسر مع شكون؟ اللي كاتفوكات وكل فما عندنا موسيقيا باش يكون بون تابع على تيماتيك اللي اخترتها باش يكون هيبي تونسي. نقولوا نحن شبيك لابس هيبي
هابي شبيك هابي تعرف الموفمون هذا طلع دون لي زاني 70 اون بلوس هي اي طريقه للتعبير عن الحريه وعن السلام والكل دونك كي اخترت التيماتيك هذيا باش نعبروا بها كيف كيف على اللي تونسي راهو واقف ومش كان كلام في الفيسبوك رانا ضد هذا ولا ضد هذه ولا كل شيء رانا كنا حماة وكنا يعني جنود بالحق اي سور تيرا. وشنو انواع الموسيقى اللي تكون موجوده؟ موسيقى الكترونيه اما تابع على تيماتيك نتاع الهيبي فهمت حتى المزود عندنا في تونس هيبي اي جوستومون كي نحكيو على الهيبي اشرف انت تعرف اللي وقت اللي طلع بون توا يمكن نحلموا احنا باش نلقاو فيستيفال دو وودستوك معناتها اللي صار في اوت 69 في نيويورك طلعت في قلب لا غير دو فيتنام معناتها في مع الولايات المتحده وقتها الولايات المتحده دونك الدوله كدوله ايتي توتالمون كونتر سو موفمون خاطر سي اون سورت دو ريبيليون معناتها انت اسكو معناتها وقت اللي اخترتوا لو موفمون هيبي وهذا هيبي تونسي حبيتوا تعبروا نوعا ما على اون ريبيليون كونتر ليتا اون ريبيليون كونتر سكي سباس معناتها تو بوليتيكمون بارلون شوف هو راهو سكي سباس هو مسؤوليه يعني الجميع نقول مسؤوليه الجميع معناها الناس كل لازم تكون موجوده الوزارات الدوله الشعب الفنانين المثقفين هذه كل اذا كان نحن ما نقفوش يد واحده للبلاد معناها ما نتصورش باش نقعدوا نستناو في اليد الاجنبيه باش تجي تعاوننا وكل فوالا فوالا هذاك علاش زيد اخترت اللي لي دي جي باش يكونوا توانسه 100% و فوالا دونك هو الزاد البشري التونسي هو اللي به الفائده يعني هو اللي لازم يكون موجود ويد واحده ويقول راهي تونس ياسر مزيانه ورانا نعملوا لي زيفينمون نتاعنا في الصيف وحتى حد ما حتى شيء ما ينجم يخوفنا ورجعنا لتاني حاجه باش تكون 100% تونسية ما تجي وولف رمزيوس مهدوش وزيد سامي هكا ذوما ولا ذوما ذوما من فنلندا زاد يظل عندك تونسي هو تونسي ايوه فنلندي كريم العود موجود معاك شنجم تسمعنا اطربنا دو نسمعكم مقطوعه من الاول ديزامبروفيسيون مقام يفرح الساعه تو نشوفوا الانسبيراسيون واش تعطي باهي تفضل اشرف نذكر اللي يضيفنا اليوم اشرف الشركي
يعطيك الصحة أشرف. جميل أشرف شرقي عازف جميل جدا. باش نرجع هذه ونرجع نحكيو أكثر معك ونختم معك الحوار لحظات بعد الشهر ضيفنا اليوم الفنان التونسي المتميز أشرف شرقي. لحظات نرجع لكم بعد الشهر. ضيفنا الفنان أشرف شرقي معزوفة توحيلنا إلى نمط موسيقي معين إلى اسمي معينة سيرجة فرحات أنور إبراهيم ظافر يوسف ماش هكا كنا مع هذوم العازفين المتميزين التونسيين اللي أنور إبراهيم بدأ توا سنوات وبعد ظافر يوسف بتجارب متتالية متراكمة معناها من تونس إلى الأوتريش إيطاليا بعد نيويورك إلى آخره. والعود العود مقبول وقت يكتشفوه النرويجيان ولا الأمريكان ولا الطلين يقول لك بيانو هو البيانو متاع الموسيقى العربية. البيانو ما تنجمش تعمل موسيقى غربية بلاش بيانو، ما تنجمش تعمل موسيقى عالمية اليوم بلاش عود كذلك، ولا الستار متاع ربي شانكر ولا غيرها. يعني ثم آلات سحرية آلات جامعة موسوعية هكا ولا لا؟ صحيح العود ليكيفالون نتاعو في ايطاليا وفي فرنسا وفي لوروب نقول لك لوت معناها ولا اليوتو. دونك سي il est considéré comme un instrument معناها كلاسيك وما عندهم tout ce qui est classique هذاك يعني اللي عنده قيمه كبيره برشا يعني. وإلا عندها اكثر من 3000 سنه موجوده والدائره الموسيقيه والمقاميه نتاعها دائره كبيره برشا مهمه. دونك هذاك علاش نجمو نلقاوها تتماشى مع يعني مع اي آلة موسيقية يعني غربية كانت ولا آسيوية ولا اليوم مصر في نجم نلقاوك في نجم نسمعوك عندك شديدات ولا يشوف انا موجود على الانترنت موجود عندي سور باند كامب هذا سيت فيه لي البوم تاعي البوم نوت وعندي البوم اكزاجيري وعندي دو البوم اخرين يخرجوا بيانتو ان شاء الله وسينون في يوتيوب موجود فما كلكو كليب هكا كل و sinon pour les concerts اكثري طول برا باش عليك صراحه في تونس نلعب اقل من اللي نلعب في ايطاليا وفي في سويسرا وفي في فرنسا. نوعيه الموسيقى هذه مازالت مش مقبوله برشا عند التونسي يحب التجاري والله شوف التونسي ذكي والتونسي ذواق اما التونسي يعني مستهلك كبير ياسر يلزمك تعاونوا معناها تحبوا في الموسيقى من خلال تجارب خاصة عالمية أو أجنبية. شوف تيان سمى حاجة عندها قيمة سمى بحث عنده قيمة ممكن نقربوله أكثر المعلومة نعرفوه على الفنانين التوانسة اللي قاعدين ينشطوا وقاعدين يعيطوا لهم من برا أكثر من تونس. بالنسبة سيفي هو اللي يقول لك ديما علاش ما تعرفش بروحك ديما السؤال علاش ما تلعبش في تونس. ما نتصورش كان فما موسيقي باش يقولوا له يوجهوا له الدعوة باش يعزف ويرفضها. لازم أكيد يسعى زاد نوعا ما بالنسبة للسعي معك ما عندك فيها ألف حق. دونك il y a ce qu'on appelle l'auto-promotion. Donc, c'est une méthode pour, voilà, je traîne les traces sur Internet, puis à la fin, l'arbitre, كم ميثود دول انا يفهمني باش دخلت لهم لافورماسيون ومن بعد فما لو ترافاي نتاع لي ميديا وكل هذاك. صح ذكرنا بالايفينمون مره اخرى وصدى العباد باش يكونوا حاضرين فيه. اكزاكتومون ليفينمون اسمه هيبي تونسي اش اي 2 بي اي او تلقاوه على الباج نتاع الفيسبوك 8 9 10 ابريل في 12 معناها جو ياسر باللي كتوكات وتخول وسكنه في المخيمات ومن ناحيه سيكوريتي نحب نوجه تحيه كنت تسمحوا لي للسيد ويلي قبلي اللي يعني يشجع برشا يعني ويحب اللي ليفينمون هذا ينجح باي طريقه وموفر لنا الحمايه اللازمه الكل والتيكيت تلقاهم عن طريق كان تسمحوا لي زاد نقول ممكن ترافل تو دو موجودين عندنا دي بوان دفونت في تونس في حمامات وعندنا في سوسه. دونك يجاو يا توانسه يجاو نوريو رحله هايله ياسر صحراويه كبيره مزيانه صحراويه هايله برشا تلقاوها. دونك ليفينمون في الباج تاع فيسبوك يجاو نوريو للعالم اللي راهي تونس بها برشا. شكرا لك الفنان التونسي اشرف شرقي جبد لنا زوز البومات الغالب ما نجمش نعدي كل شيء نجم نسمعوا صمود مثلا هكا كان نجم سمي نسمعوا صمود. شكرا كاب افان الكلمة ليك.